عايز اقول لك، وانت بتحدد هدفك انك ترجع النادي الاهلي اكيد بتبص للمركز بتاعك، اكيد بتبص هتلعب ولا مش هتلعب. كل ده اي لعيب مننا لما كان بينتقل من نادي لنادي بيقعد يحسبها الحسابات دي، وايه الافضل له. انت فكرت فيها ازاي يا هشام؟ اكيد يا كابتن طبعا فكرت في الحركة بتقوله، يعني ورقه وقلم كمان، ان انا بدرس الامور دي كويس، ان انا اعرف انا جاي في المكان اللي انا جاي فيه ده، عارف اهميته وعارف ازاي المنافسه هتبقى قويه وصعبه فيه، وقد ايه المسؤوليه اللي انا بقيت محطوط فيها وموجود فيها. فكل الكلام ده كنت طبعا حاطه في حساباتي يعني، واكيد بفكر فيه، وكنت بقعد مع نفسي كتير جدا، وبقعد مع الناس القريبين مني وحتى يعني مراتي واهلي وبستشيرهم، وكنت بفكر طبعا في الكلام ده، لان انا جاي المكان ده مش موظف، مش جاي مبسوط ان انا خلاص جيت النادي الاهلي فانا كده ده طموحي خلاص عملته خلاص. لا بالعكس، ده انا عندي بدايه تحدي جديد، انا خلصت مرحله، عندي مرحله تانية خالص. زي ما حضرتك بتقول، النادي الاهلي ما بيقبلش بالتعادل، ولا اي بطوله موجود فيها ما بيقبلش ان هو غير الفوز بيها. فعندي تحدي كبير واصرار كبير، وبفكر مستقبليا انا هعمل ايه ودوري هيبقى ايه، وانا عارف ان انا عندي تحدي كبير ولازم ابقى قده، والتحدي ده طبعا صعب جدا. عندك لعيبه كبار موجودين في النادي الاهلي ومنافسه هتبقى قويه جدا، فاكيد فكرت فيه. وطبعا الامر كان محسوم من الاول ان ده بيتك كابتن حقيقي، فلما طبعا ناديك يطلبك تاني او يبقى في احتياج ليك، فمن غير تفكير انت هترجع، مش هتفكر. الطموحات والمستقبل اللي جاي بقى ده بتاعي انا. يعني بتمنى من ربنا بس ان يوفقني فيه، والاصرار والمستوى ده هشام المسؤول عنه، وان شاء الله ابقى عند حسن ظن الناس واقدر. انت قلت نجوم كبار موجودين، ارجع. اكيد الموضوع صعب، اكيد سهل، اكيد. وزي ما بيقول لك يعني، مع اقناع جمهور الاهلي بمستوى الفني ليك ده برضو حاجه صعبه جدا يا هشام. انا بقول لك، وانا يمكن كنا قبل ما نخش الهواء قلت لك، انت النادي الاهلي ده كنز كبير طبعا بجمهوره، طبعا انك مجرد لما تستحوذ على قلوبهم سواء بقى بلعبك او فنياتك او اخلاقك، انت هتشوف حاجه ما شفتهاش في حته تانية خالص. اكيد بالتوفيق ليك ان شاء الله يا هشام. لكن عايز اقول لك بقى، ما دام احنا يمكن دكتور عصام سراج معانا على الشاشه وموجود في استقبالك، يعني طبعا الاداره بشكل عام هي قررت طبعا احتياجات الفريق من مراكز معينه، بيبتدوا احنا عندنا حته ما شاء الله النادي الاهلي عنده المنظومه ماشيه، بيبقى الجهاز الفني محتاج لعيب معين، بيبتدي مجلس الاداره يقول له مين، فبالتالي بيروح لرئيس لجنه التعاقدات اللي هو دكتور عصام سراج، واللي بيقوم طبعا بدور كبير جدا في الفتره اللي فاتت طبعا. يعني قول لي المفاوضات بقى ازاي بالنسبه لك، الكلام جه ازاي، الدنيا ماشيه ازاي مع النادي الاهلي؟ هو انا طبعا في البدايه بحب اشكر دكتور عصام، لان هو يعني ساعدني كتير في الموضوع بتاعي وتعب معايا جدا، ومن اول لحظه لاخر لحظه هو معايا، وهو اخ اكبر بالنسبه لي، وانا حضرته في مرحله الناشئين وتربطنا علاقه يعني كويسه، فبشكره طبعا. بشكر مجلس اداره النادي الاهلي انهم واثقوا فيا وكانوا محتاجيني، ويعني الحمد لله ما تاخروش عني في حاجه. دكتور عصام كلمني في البدايه في نص الدوري كده، ان انت ماشي بشكل كويس واحنا يعني متابعينك وكده، وزي ما انت ماشي وزي ما انت مكمل والناس بتفكر فيك بشكل كويس، ويبقى في ما بيننا تواصل، فعايزك هشام زي ما انت واحنا هنبقى متواصلين مع بعض. فقلت له ربنا يخليك يا دكتور، وبشكر حضرتك على المكالمه ديت، ويعني ان شاء الله اللي رايده ربنا يعني يكون. بس ماتش ورا ماتش بقى الحمد لله في استمراريه في الاداء، والحمد لله بقيت شغال كويس، فبقى التواصل بقى يزداد مع دكتور عصام، لحد ما وصلنا بقى للمرحله الاخيره ان احنا محتاجين يعني رجوعك تاني وتبقى في ناديك، ومحتاجين ان انت تمضي وكده. طيب خليني بقى اكلمك على، يعني انا بقول لك الجهاز الفني هو اللي بيبقى احتياجات اللعيب، واكيد بيبقى في تواصل مع دكتور عصام، مع الجهاز الفني، مع مجلس الاداره برئاسه المهندس محمود طاهر. كابتن حسام البدري، حصل كلام بينك وبينه في اي كونتاكت حصل؟ لا يعني الفتره اللي فاتت ما حصلش كلام بيني وبين كابتن حسام، بسبب الضغوطات اللي كانت على الموجوده على الفريق والفترات الزمنيه القريبه بين الماتشات، فما كانش في فرصه خالص ان احنا يعني نتكلم او نقعد او كده. بس هو كان بيوصل لي على طول مع كابتن سيد ودكتور عصام، يعني اللي هو عايز يقول لي حاجه، فهو كان حابب جدا ان انا ابقى موجود وانا ابقى اضافه ان شاء الله للفريق، وكان يعني هم متواصلين معايا بالنيابة عنه يعني. جميل.